صباح الخير. أنا منار شحيمة، عمري 40 سنة، بلعب باسكت بول على الكراسي المتحركة، متطوعة باتحاد المقعدين وبعمل مسرح أطفال. ما كانش مبين علي صراحة، بلشت أمه شوي شوي، فصار الوالد بده ياخذني من حكيم لحكيم ليشوف شو الوضع. فرجع الحمد لله خلص، هاي خلقة ربانية، ربنا كتب لنا هيك الحمد لله. بس المجتمع أول ما طلعت كتير عانيت صراحة منه كتير بشكل مش طبيعي. يعني اطلع على الطريق ليكو، هيدا هي عبارة نحن اسمنا كسر قامي، بس العبارة عند الناس بيقولوا لك قزم، ليكو هيدا القزم. بس الحمد لله مش مثل انه شخص ابكي اتضايق ضلني محبوسي بالأوضة، لا بالعكس مثل ما بيقولوا حطيت اجري على الارض وثبت اجري اني انا لازم حارب لاوصل للناس لتشوف الناس مين هيدا الشخص الكزم اللي بيضل يقولوا عنه كزم. وصرت بلش شوي شوي، بلشت اشتغل مسرح اطفال، رجعت بلشت بالتطوع باتحاد المقعدين شوي شوي الحمد لله، رجعت اخذوني للكراسي المتحركه للباسكت بول. وانا كشخص على الكراسي المتحركه كثير صعب، لانه بس اصابيعي هود اللي بيوصلوا على الكراسي، لانه شخصي كشخصي انا الكرسي المتحركه قصير، فانا كيف شخص عم دافع يعني عم بحارب بقوي لحارب حتى الكرسي اللي انا قاعده عليه عم بحاربها لاوصل اللي انا بدي، لانه انا الباسكت بول كثير بحبها. فاللهم صل على روح النبي وحاربنا ومش الحال وفرجينا قدراتنا قديش. يعني صحيح انا شخص قصير بس عندي قدرات كثير قويه اسم الله، وهيدا كله من فضل ربنا. أنا اسمي القزم الجبار. بالمسرح إلي 20 سنة، كنا صغيرة بالمسرح، هلأ كبرت شوي. كنت هلأ قاعد عن جد مش عم بمزع والله. هلأ بين شوي طول. وأنا بسكي بالقاوي بس ما بعرفش ضايف. لا عادي. الحمد لله بمشي وبروح وبجي، خلص مش ضروري والله، مش وسافرت ولعبت بس بالالعاب الاولمبيه على الديسك الطائر والقل الحديد، طلعت على الصين وطلعت الثانيه وجبت الميداليه الفضيه الحمد لله نشكر الله. فانا ما عندي مشكله انا ليش هيك ولا بعمري قلتها، الحمد لله اعطاني القوه واعطاني اكثر ما بستاهل ونشكر الله. طبعا فخورين فيها وفخورين بعملها، فخورين بصيتها الحلو، فخورين بشغلها، فخورين بتمثيلياتها، وبيكفي انه مثلا بس تطلع تمثل او على مسرحيه او كان غيره وغيراته، بكفي انه بتضحك وبتفرح كثير وجوه. الله بياخذ شغلي من الشخص المعوق، بس بيترك اشياء كثير بالشخص يمشي ويطلع ويروح ويجي، وشو هم المجتمع شو بده يحكي، شو هم العالم شو بده تحكي، هو شخصيته عرفه شنو، ويقول يا رب كلمة يا رب وكلمة انه يكون مع ربنا اهم شيء بالدنيا، وربنا اللي بيقويه وربنا اللي بيعطيه القوة ويطلع، وما يضل ببيت وما يستحي يطلع لبرا كرمال الناس، لا عيش حياتك انت ربنا خلقك مثلك مثلهم، عيش حياتك وطلع وروح وتعا وما يهمك حكي الناس، وشوي شوي مثل ما انا عشت الناس بتحبك. باي باي.